قاسم الزيدي مراسلنا في الموصل ينضم إلينا الآن مباشرة لمعرفة حالة السوق في هذه المدينة. قاسم، هل الشرطة الاقتصادية بالفعل هي نشطة لمعرفة من يتلاعب بالأسعار؟ ما هو حال السوق في الموصل؟ نعم ناطق، حقيقة الجريمة المنظمة قبل 3 أيام شنت حملة في سوق الفيصلية، أحد أبرز أسواق الجملة في أيسر المدينة. هذه الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من التجار بتهمة التلاعب بالأسعار، لكن حقيقة اليوم أطلق صراح هؤلاء التجار بعد دفع كفالة مالية مقابل إطلاق سراحهم. هل هذا الإجراء يعني جعل البقية أنه يلتزمون بالأسعار المقررة؟ حقيقة أسواق الموصل تشهد أضراب شبه تام في المدينة، سوق الجزائر وسوق الفيصلية وعدد من محلات سوق البورصة، هذه الأسواق الرئيسية لبيع الجملة تقريبا يعني أغلقت أبوابها بشكل شبه كامل. الأسعار ما زالت على ما هي عليه، الأسعار مرتفعة جدا، خاصة المواد السلع الاستهلاكية اليومية التي يستخدمها المواطن بشكل دائم كالزيت والسكر وغيرها من المواد الأخرى، ما زالت أسعارها مرتفعة لحد الآن. يعني التجار أيضا يعني ما عندهم ضوابط معينة أنه يحددون السعر للبضائع، يعني كيف يمكن للتجار أن يحددون سعر معين بدون ضوابط تأتي من جهة رسمية؟ حقيقة التجار يقولون لا توجد لائحة للأسعار، هي الأسعار مرتبطة بسعر صرف الدولار، مع ارتفاع صرف الدولار ارتفعت هذه الأسعار. الجريمة المنظمة حقيقة طالبتهم قبل 3 أيام بالبيع بسعر صرف الدولار السابق والذي ينص على 1250 دينار، وهذه هذا السعر حقيقة يقولون أن هذا السعر كبتهم خسائر مالية كبيرة إذا ما استمر البيع في هذا السعر. من الموصل قاسم الزيدي مراسل يو تي في، شكرا جزيلا.